أهلا وسهلا بكم أصدقائي إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات الموقع الأول. في هذه الحلقة سوف نتعرف على طريقة وصل كابلات الداتا على سواقات الـ IDE وهاردات الـ IDE. طبعا أنا أتكلم على موضوع قديم جدا، وهو الآن يعني في عداد الأمور المنقرضة في عالم الكمبيوتر. نعم، إذا وصلات الداتا التي تتعلق بالهاردات والسواقات الـ IDE الداتا القديمة، سوف نتعرف على طريقة وصلها على اللوحة الأم وعلى الهاردات والسواقات ذات الموديل القديم الذي بين أيدينا. فلنبدأ في الشرح. أهلا بكم أصدقائي من جديد. إذا كما تكلمنا سوف نتطرق اليوم إلى شرح عن كابلات الداتا وطريقة وصلها من اللوحة إلى الهارد والسواقة، وكم سواقة أو كم هارد يمكنني وصل على اللوحة الأم. طيب، بداية قبل أن أشرح عن مواضع كابلات الداتا وكيفية توضعها، سوف أشرح عن قضية مهمة جدا القليلون يعرفونها، هي أنواع كابلات الداتا. كما نشاهد أصدقائي، هنالك نوعين لكابلات الداتا: كابل الداتا بأربعين خط وكابل الداتا بثمانين خط. نلاحظ هنا هذه الكابلة بأربعين خط، ونلاحظ أن الكابلات الشعرية الداخلية داخلها المغلفة كما نشاهد هي قليلة العدد، بينما هنا في كابلة الداتا الثمانين خط نلاحظ أنهم قريبون جدا إلى بعضهما. لاحظوا أصدقائي الفرق بين الكابلتين، أظن أنه واضح. ما الفرق بين هاتين الكبلتين؟ الفرق اخواني هو ان هنالك كبلة سريعة وكبلة بطيئة. في الهاردات التي كانت من 40 جيجا وما دون، كان هنالك كما تعلمون هاردات 2 جيجا و6 و8 وما الى هنالك و20 جيجا و10 جيجا، كانت تستخدم كبلات الداتا البطيئة. بعد هاردات الأربعين جيجا جاء من هاردات الأربعين جيجا موديلين، موديل يأخذ الكبلة القديمة، طبعا الكبلة الحديثة تركب عليه ولكن لا تستفيد منها شيء. كان موديل ما زال يعتمد على نظام النقل البطيء، ومن ثم جاء هارد أربعين جيجا يعتمد نظام النقل السريع، ومن ثم جميع الهاردات التي بدأت من هارد ثمانين جيجا وما إلى أعلى حتى الخمسمائة جيجا الداتا كانت كلها تعمل بنظام النقل السريع. طبعا حتى لو كان عندك هارد 10 جيجا او 2 جيجا يفضل ان تصل عليه كابل الداتا سريعة، يفضل ان تصل عليه كابل الداتا سريعة ولو انك لن تستفيد منها، وبالنهاية هي بنفس السعر، وبالاحرى حتى انه لم يعد احد يبيعها بل يقدمونها لك بالمجان. هذه بالنسبة للفرق بين كابلتي الداتا. طيب الان نتكلم على موضوع اخر، وهو طريقة وصل كبلة الداتا على اللوحة الأم. نشاهد أصدقائي أن بكبلة الداتا هنالك ظفر كما نشاهده هنا، هذا الظفر سوف يدخل في المكان الذي هنا على اللوحة الأم. إذن هذه كبلة الداتا لا تركب كيفما تشاء، لن تستطيع إدخالها كيفما شئت، سوف تدخل في شكل معين. كما نشاهد أن هذا الظفر سوف تدخل كبلة الداتا عليه بهذا الشكل حسب ما يتضح إليكم بالصورة، ولن تدخل بالعكس. هذه ملحوظة أولى انتهينا منها وبطريقة توصيلها على اللوحة الأم. أما الآن سوف نتكلم على طريقة توصيلها على الهاردات والسواقات. نعود إليكم أصدقائي من جديد. إذا كما تكلمنا، كيف أستطيع وصل سواقتين أو سواقة وهارد على نفس كبلة الداتا؟ إذا كبلة داتا واحدة سوف تحمل سواقتين أو هاردين معا أو سواقة وهارد معا. ما هي الطريقة؟ الطريقة بسيطة جدا. في البداية تكلمنا نحن أن هذه الوصلة سوف تتصل باللوحة الأم. أحببت أن أؤكد إلى موضوع أن هذه اللوحة تتصل باللوحة الأم عن طريق الكبل الأزرق، عن طريق أو مكان الأزرق. في كبلات الداتا القديمة لم يكن هنالك أزرق وما إلى هنالك، ولكن في الكبلات الحديثة الثمانين خط يوجد كبل أو مكان أزرق تتصل به باللوحة الأم. طيب إذا بعد أن اتصلت كبلة الداتا باللوحة الأم، نلاحظ وجود مكانين لوصل سواقتين أو هاردين أو سواقة وهارد معا. طيب الآن
ماذا أفعل؟ أستطيع أن أصل مثلا، سوف أضرب مثال على سواقتين، عندي سواقتين هنا كما نشاهد، أستطيع وصلهما بنفس كبلة الداتا معا. أصل الكبلة أو أصل السواقة الأولى وأصل السواقة الثانية. كما نشاهد أنا قمت بوصل سواقتين معا. طيب الآن ملاحظة مهمة جدا، هل بمجرد وصلهما سوف يعملان؟ لا أخواني، لن يعملا مباشرة، هنالك ما يسمى شيء نسميه الجمبر، نسميه الجمبر كما نلاحظ هنا، ونلاحظ هنا الجمبر لونه أسود إن كان واضحا، وهنا الجمبر لونه أزرق، ممكن أن يكون أصفر، له ألوان كثيرة لا مشكلة. هو بالنهاية عبارة عن قطع معدنية مغلفة بهذا البلاستيك، تقوم بقصر ما بين سنين، أو هنالك قطعتين معدنيتين، سوف تقوم هذه القطعة بالقصر ما بينهما، سوف تقوم بالقصر ما بينهما. ما هو السليف والماستر؟ ما هو الطريقة التي تجعل هاتين السواقتين يعملان معا في آن واحد على كبلة واحدة؟ الطريقة هي على الشكل التالي. نلاحظ أن هنالك رموز موجودة على كل سواقة، لا أدري إن كانت واضحة لديكم هنا، سوف أقوم بشرحها على سواقة أخرى هنا واضحة أكثر. نلاحظ هنا أصدقائي أن هنالك أرقام ورموز موجودة، هي ماستر وسليف وسلكت. ليس لي شأن بالسلكت، أنا الآن أشرح على الماستر والسليف. نلاحظ 1 2 3 هنا، 1 2 3 هنا، 4 5 أيضا، 4 5 مكتوب هنا، لا شأن لي بالثلاثة 4 5، الشأن لي هنا في 1 2 الماستر والسليف. طيب عندي سواقتين هنا، نلاحظ أنها مكتوبة على اللوحة المعدنية، مدقوقة دق على المعدن لكن ليست واضحة جدا. إذا عندي سواقتين أريد وصلهما على كبل داتا واحد، ما العمل؟ إذا واحدة يجب أن تكون سليف والثانية يجب أن تكون ماستر. واحدة يجب أن تكون سليف، يعني واحدة يجب أن تكون رقم واحد، وواحدة والثانية يجب أن تكون رقم اثنان، لكي تقوم كبلة الداتا بنقل البيانات من الاثنتين معا إلى اللوحة الأم. في حال وضعت الاثنتين بحالة الماستر فلن تعملا، في حال وضعت الاثنتين بحالة السليف فلن تعملا، إذن يجب أن تضع واحدة ماستر وواحدة سليف. نفس الشيء بالنسبة للهارد ديسك، حتى الهارد ديسك كذلك الأمر. نلاحظ هنا أنه رسم، يعني قد تم رسم الجنابر هنا، نلاحظهم هذه هي الجنابر أيضا، نفس الشيء كما هنالك بالسواقة تماما، يوجد هنالك بالهارد ديسك نفس الشيء. طبعا هذه هاردات الداتا، بالساتا غير موجودة، بالهارد الداتا نلاحظ أن هنالك الماستر وهنالك السليف. في حال وصل هاردين مع بعض يجب أن أضع واحد ماستر وواحد سليف، في حال وصل هارد مع سواقة أضع الهارد ماستر والسواقة سليف، أو بالعكس ليس هنالك مشكلة، وضعت السواقة ماستر يجب أن أضع الهارد سليف. في بعض الحالات وهو ملحوظة بين قوسين أحببت أن أؤكد عليها، بعض الحالات هاردات وسترن ديجيتال تأخذ ماستر في حالة عدم وضع جمبر نهائياً، في حالة عدم وضع جمبر نهائيا، وفي حال وضعه في المنتصف، لنرى هنا في حالة المنتصف يأخذ أيضا ماستر، يأخذ أيضا ماستر، ولكن في حال عدم وضع الجمبر نهائيا تصل كبلة الداتا. يعني مثلا أنا عندي لوحة أم تأخذ كبلتي داتا، كبلتين معا، أصل واحدة إلى الهارد وواحدة إلى السواقة إن أحببت، ولكن أستطيع أيضا وصل الهارد والسواقة على نفس الكبلة والأداء واحد لن يتغير، ولكن البعض يوجد لديه كبلتين فيقول سوف أضع واحد على الهارد وواحد على السواقة. في هذه الحالة وبهاردات الويسترن ديجيتال تحديدا لا أضع جمبر نهائيا، أنزع الجمبر نهائيا، وفي حالات أخرى يأخذ الماستر بدون جمبر مع السواقة، مع السواقة. إذا كما تكلمنا أصدقائي وبشرح سريع إعادة لما تكلمنا عنه، سواقة هارد، سواقتين مع بعض، هاردين مع بعض، واحد يجب أن يكون سليف والثاني ماستر، مرسوم على الكتالوج الخاص بالسواقة أو بالهارد ما هو الماستر وما هو السليف على الجنابر هذه،
وهذا الكلام فقط في حالة أن الهارد أو السواقة داتا. تماما، كل سواقات الكون، سوف أعطيكم معلومة نهائية، كل سواقات الكون في العالم تأتي على الشكل التالي: في الطرف تكون هي ماستر، على الطرف هنا بالبداية بجانب كبلة الداتا هي الماستر، في الجنبر الذي يليها أو في المنتصف، هم في العادة يأتون ثلاثة وليست خمسة، ولكن هذه السواقة تأتي خمسة، في المنتصف تأتي سليف، سوف أشرح عليها في هذه السواقة، بجانب كبلة الداتا هي ماستر، في المنتصف سليف. بالهاردات وخاصة الويسترن ديجيتال بالعكس، في المنتصف ماستر، في المنتصف ماستر، وعلى الطرف سليف، في المنتصف ماستر وعلى الطرف سليف بالنسبة للهاردات، في السواقات في المنتصف سليف. إذا نضع أحدهما ماستر والثاني سليف، وسوف تعمل كبلة الداتا، وسوف تعمل وسوف يشا يعني تظهر داخل جهاز الكمبيوتر السواقة والهارد أو السواقتين مع بعضهما. هذا شرح بسيط إخواني عن قضية كبلات الداتا وهاردات الاي دي اي او هاردات وسواقات الاي دي اي او الداتا. طبعا للملاحظة وملاحظة اكررها، ان هذه السواقات والهاردات هي منقرضة ولم يعد احد يستخدمها، ولكن قد يأتيك يوم من الايام هارد او سواقة بهذه الحالة وتحتاج الى وصلهما واظهارهما على جهاز الكمبيوتر. شكرا لمتابعتكم أصدقائي، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة من حلقات الموقع الأول.